السلام عليكم، بديت لكم فيديو جديد مع الصباح بكري. انا يا نايضة، باش غادي نوجد لي فطوري وغادي ندي بنتي المدرسة ان شاء الله، وغادي نشرح لكم لي بزاف الميساجات جاوني. فاش حطيت لكم فيديو على الجاني ديالي راه نازل، وبزاف كيقولوا لي علاش حماتك ما تجيش تعاونك، علاش لوستك ما تجيش توقف معاك، عائلة راجلك علاش ما يجيوش يوقفوا معاك. انا في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كل شيء، علاش ما كيجيوش عندي، علاش ما تيجيوش يعاونوني، علاش انا حامله وما كيجيوش يوقفوا معايا. مهم، اليوم انا الصباح بعد تشهيت قهوه قلت غادي ندير غير نيسكافي، جوج معلقات مع الحليب، ما كتبانش يعني ما كتيراش، ما فيهاش الكافيين، هذيك نيسكافي بزاف. ايوا عمرتها وغادي نخشيها تسخن. درت ليها هنا خبيز فيه فرماج، دست غادي نفطر. من بعد البنات ملي كنت نورو كنجي ديريكتومون كنطلع نجمع على بيتها. هانتوما بيتها كيفاش درنا ليه، بالنسبه لبيتها قلبنا ليها الناموسيه لتحت، راه تقدر تجي ماطراس اخرى، وخدينا ليها هاد الزليكه غير قديمه، وهذوك الدروج ديال الايكيا خديناهم لها من ايكيا. هي عندها سلوم، ولكن هي ملي تبغي تنوض في الليل تمشي حاشاكم طواليت خفناها تطيح، هذاك الشيء اللي درنا لها هذيك الزليقه، حيت نور صافي راه حيدنا لها الكوش حتى بالليل كتمشي للتواليت مزيان. ما بقاش عندي مشكل معاها ملي كنت في المغرب وجيت صافي، كنت كندير لها في الليل حتى من الليل رانا حيدتهم الحمد لله، تهنيت منهم بعد لقاو في النشري وليا راه حتى هي الكوش ديالها. المهم كنحل الريدويات، نفس الشراج مع غير واحد شويه تتوصل ديك 11 ولا 10 ونص كنسدهم، لان من ورا 11 ما كيبقاش داكشي مزيان. صافي كنسد الشراجم عليا هاد الوقيته ديال الجو ديال الصباح. شوفوا الشتاوات الجو مغيم كئيب كئيب جدا. ايوا انتم كتشوفوا الله يرحمنا. صافي ساليت قديت ليها الناموسيه ديالها، قديت ليها الناموسيه ديالها وغادي ندوز تبيتي غادي نقادو. المهم هي بيتها باقي ما كملناش مزيان في التصاويب، وهادشي اللي كاين. صافي دست قاديت بيتي حتى هو، والجو من هنايا كيفاش داير مظلم، راه كيبان لكم بحال كاين الضو، والله راه الجو ظالم. صافي انا طلعت هنايا غادي نطلع الفوق سميتو باش غادي ندير نحيد هاد الفاطي اللي صبنتو من البارح، وغادي نشر هاد الحويجات اللي في الشبكه كاملين. المهم نطويهم، انا كنطوي في نفس الوقت وكنرجع، وهادو راه يلا حيدتهم دابا الصباح باش غادي نشرهم حتى هما. ودابا رانا نشرتهم كيف كتشوفوا، نشرت الحويجات وغادي ندور لا ماشين واحده اخرى. البنات عرفتي نشرت دوك الحوايج بزز بزز، شوفوا هنا راه باقي كلشي مرون، ما جمعت كاس الصالون ما حتى شي حاجه، الكوزينه حتى هي شويه شويه جمعتها وصافي، غير شويه ما قادراش نوقف نكذب عليكم. ودابا غادي عرفتي الصباح كيفاش ديت نور بالبكاء، والله الا غدا البنات وكنبكي في الطريق حيت ما بقيتش قادره نزيد. قلت اش انه غندير بالزربه، غندير عين العدس، شفتو قلت غادي ندير عين العدس هو اللي غادي يطيب بالزربه، وما غيخش ليا بزاف ديال الوقت. ودابا شوفوا شحال في الساعه، خصني دابا نخرج نمشي بشويه عليا تلعند بنتي، لان ربع ساعه ديال الطريق ها نتوما، ربع ساعه مشي تلعندها. ايوا هادشي اللي كاين البنات، والصالون ماشي مشكل واخا يبقى بحال ما هكا، ما عنديش انا مشكل، ما جاي عندي حتى شي واحد. وتا هنايا راه مرون واحد شويه، راه كلشي هادشي غادي نجمعو من هنايا، هاد بجوج خاصهم يمشيو للكراج البنات. وصافي هادشي اللي غادي نقول لكم، وشكرا بزاف والله، تعاليقكم بكاوني، تعاليقكم اثروا فيا بزاف، لان بزاف البنات خايفين عليا لهلا يخطيكم عليا والله العظيم. البنات اللي تقول لي راجل كيعاونني، والله العظيم تيعاونني، الا ما كان عنده حتى شي حاجه فوق هو اللي تيجمع، ما عنده العشاء هو اللي كيديرهم في لا ماشين، هو اللي كيدوز اسبيراتور. داك النهار عشتوني انا اللي درت داكشي، حيت هو كان فوق هو اللي حيد الحوايج من لا ماشين ونشرهم وطوى شي حوايج وعوم نور. مي كان بغيه يعومها ماشي مشكل، غير فاش كنبغي نغسل لها شعرها اللي ما كيعرفش باقي ما يعرفش يمشي طلع شعرها وداك الشيء، ما غاديش يغسلوا لها مزيان من الشامبوان، لهذا مي كنبغي ندير لها دوش خفيف هو اللي تيدوش ليها مسكين، ويلبسها ويديها تنعس. الله يحفظه، حتى هو نهار كله هو في التماره وكيجي يعاوني، الله يحفظه ليا. ايوا هادشي اللي كاين البنات. دابا غنخرج نجيب بنتي من المدرسه ونجي،
حيت اليوم انا تخرج مع 12 ونص. عرفتي الناس ملي جبت نويرة مع 12 ونص غديتها من تما وانا جالسة، العدس راه وجد وكل شيء. ايوا صافي من تما وانا جالسة هزت ليا، دابا جلست جنب لانني ما قدرش نبقى جالسة الناس عايرة على ظهري. عندي رونديفو اليوم مع القابلة ولا ساج فام، عندي معاها اليوم رونديفو مع 8:30 ديال الليل. ايوا غادي نمشي، عندي كونترول. كونترول وهي كتقلب لك الكرش ديالك، تتعبرها عليك وكتشوف دقات القلب وكتبقى تسول فيك شي اسئله وانت كتجاوبي. وامرك ما عارفين معاها بقى كورونا، راه كندخل غير بوحدي ما تمشي معايا حتى شي واحد. وصافي ديك الساعه غادي نعاود لها حتى هي المشكل اللي عندي، حتى يلا غادي نشوفها هي وها ونشوف شنو غادي تقول. الطبيبه راه كانت عيطت ليا وصيفطتني عند الفيزيوثيرابي ديال الحاملات، قالت لي هي اللي غتقول لك اشنو اللي تهزي وشنو اللي ما تهزيش بالضبط، وكيفاش تجلسي، كيفاش تخدمي حاليا من البيبي عندك نازل بزاف. ودابا سميتو غنمشي عند فيلو سكونديك، يعني الساج فام هي اللي غتعطيني شي فيزيوثيرابي اللي يكون مزيان، هو اللي غادي ندير معاه كونتاكت ونعيط ليه. المهم راه عير تغدات، بركات شويه تفرجت انا وياها، هي خلات عليا التلفزه شاعله وطلعت تلعب في بيتها ضاربه مع داك التران كتركب فيه وتفصل فيه وتقاد فيه، عجبها كتزيد ليه هكا قنطره وكتقادو، راه عاجبها. شويه طلعكم عندها تشوفوها كتلعب. ايوا هذا ما كان الصراحه. دابا غادي نضند لي واحد كاس ديال النعناع ولا كاس ديال الاتاي ونحط ليا شي حليوات. يلا ثلاثة دابا، بقى ساعتين على العشاء. ايوا هذا ما كان. البنات اللي قالوا لي كون عجات عندك ماماك، انا ماما باغا تجي ولكن راكم عارفين خاصه ملي تجي خاصها تبرك 3 شهور، ما يمكنش ليها تجي دابا وترجع وتعاود تجي في شهر واحد. لا انا بغيتها تجيني في الولاده ماشي في دابا، فهمتي؟ بغيتها تجي ملي نولد نلقاها حدايا، هذه هي اللي سميتها. هذا اللي كاين. تاني بنات قالوا لي علاش عائلة راجلك ما كيجيوش يوقفوا معاك، علاش ما تجيش حماتك تقابلك، علاش ما تجيش لوستك تقابلك. منكم واحد القضيه البنات وديروها حلقه في ودانكم. اول حاجه انا ما نبغيش حماتي تجي توقف عليا، مرا كبيره ما تجينيش انا حماتي تجي توقف عليا في الكوزينه، انا بعدا ما تجينيش توقف عليا امي وما توقفش عليا حماتي اللي هي عمتي، انا بعد ما تجينيش. راه ملي كتجي راه شحال من مره كتقلق، كتبغي مثلا ديري شي حاجه في الدار تنقولها والله ما ديرها وكتقلق. انا ما تجينيش عمتي او حماتي تشق عليا، هادي من جهه. ثاني حاجه السيده مريضه، السيده مريضه. ثالث حاجه بعيده عليا ب 73 كيلومتر، 73 كيلومتر. رابع حاجه عندها الطبيب ديالها، عندها بزاف رونديفوات ديالها هي، مكيش تلغي الاجنده ديالها باش تجي تقابلني. نسدو على حماتي، حتى واحد بقى يذكر لي حماتي تجي تعاوني، الا جات مرحبا بها في دار ولدها نوض انا نشق عليها، كتسمى مرا كبيره. انا ما ساكناش معايا في داري باش تنوض هي اللي تشقى وانا، هي عندها دار وانا عندي داري. تاني حاجه اللي هي لوستي، علاش ما تجيش لوستي وبنات لوستي يعاونوني يوقفوا معايا يساعدوني. لوستي خدامه. وتاني حاجه انا ما نقولش ليها تجي تبرك معايا. ثالث حاجه حتى هي بعيده عليا ب 73 كيلومتر، يعني دوستي ولوستي ولوسي حدا بعضياتهم في ديك البلاصه، ما بيناتهم وبين كل واحد فيهم ربع ساعه، انا اللي بعيده بساعه الطريق. يعني ممكنش لوستي تخلي خدمتها وتجي عندي تقابلني، راه اوروبا هذه اوروبا، ماشي بحال المغرب. يعني المغرب تقدر تجي اختك تبرك معاك تعاونك، ويلا قريبه تاني كنت انا مثلا في المغرب واختي في الرباط وانا في كازا، راه ما تجيش عندي اختي تقابلني، راسي عندها بنتها خصها دير المدرسه، عندها راجل خصها تقابلو. انايا الحمد لله كنوض كنقضيش غالي بداكشي اللي عاطيني، داكشي اللي ممنوع عليا
حتى واحد ما غايديرو ليا. بحال دابا كنضرب طريق حتى لمدرسة نور، ما كنمشي حتى كيغفر ليا الله، هذيك هي اللي كنلقى فيها المشكل، ولكن حتى واحد ما غادي يديرها ليا. راه ما يمكنش، راه لوسي حتى هي ادى بنتها كتقرا، خاص لي قابلها وخدمتها، اشنو غادي تبرك عندي هنا؟ فين غتبرك؟ اش يعني ما البنات صراحة ما محتاجاش لتا شي واحد يجي يوقف عليا ولا يجي يشقى عليا، لان شقايا كنديرو، طيابي كنديرو. صافي محيد داكشي الحاجه بحال اللي التخمال وداكشي ما كنديروش دابا، من غير الفراشات كنبدل لبنتي 2 مرات في الاسبوع الفراش ديالنا موسي وفراشنا حتى حنايا، اما داك حكان الدوش ولا حكان الطواليط ولا فرك الكوزينه وداكشي انا حيدته حاليا. اللي بغات توسخ توسخ، الواحد يمسح اللي باينه واللي ما باينه يخليها كيف قلتوا لي تتولدي ياكو. ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم. انا ما محتاجه لتا شي واحد، راه كنت كنتوهم وكنت وجبدت معايا هذا الموضوع وقلت لكم انا ما محتاجه لتا شي واحد، انايا قادره على اي حاجه لراسي، غير هي كتجيني شويه صعيبه. دابا كنتمشى ندي بنتي للمدرسه وكنجي كتجيني شويه صعيبه، ما كنقدرش نتمشى، ولكن ربي عاطيني واحد القوه. علاش؟ حيت عارف ما حدايا حتى واحد، كيعطيك ربي واحد القوه باش كتكوني مع وليداتك. كنا البنات سواء في المغرب ولا هنايا، لا كنتي في المغرب وبعادين عليك والديك، راه هي كتسمى غربه. لهذا انا ما محتاجه لتا شي واحد، الحمد لله ربي عطيني قوه باش كنوض مع بنتي، ما نكلف عليا حتى شي واحد يجي عندي، وانا محسوبه على حتى شي واحد. مهمتي ما بغيتش تجي دابا، بغيت تجي حتى شهر واحد باش دوز معايا ديك 3 شهور زوينه ديال الولاده اللي غنكون انا محتاجه ليها. وبالنسبه لبنتي راه غادي نلقى لها واحد الحل، باللي فاش غادي نولد نقيدها في كيندر اوفا. كيندر اوفا هي واحد الحضانه، اي وليه هشام يكون غادي الخدمه يحطها تما، يحطها ومي توصل 8 ونص راه هما كيهزوها ويحطها في المدرسه، فيها الفلوس كتخلصي فيها الفلوس. ولكن راه حاليا انا حيت انا غادي نكون كنسهر مع البيبي، ميمكنش نخرج البيبي في الصباح او لا نخلي بيبي مع ماما ومشي انا يلاه والده ونضرب الطريق وكذا، راكم عارفين. غير ننوضها غنلبس حويجاتها ونفطرها، وباها راه يديها الكيندر اوفا يعني الحضانه، وحضانه راه مع 8 ونص راه هما يدخلوها المدرسه. فهمتوا هذا الحل هو اللي غادي قلت نديرو. قالت لي ماما ديريه من دابا، قلت لها ميمكنش انا نبدا نخلص من دابا وانا كنخلص، راه حتى هي راه ما رخيصاش، خلي حتى شهر واحد، حتى ديك الساعه غادي نكون بعدا كيديها على شي حاجه، كنسهر مع البيبي اولا ماما ملي تمشي. ما نقدرش نبدا نخرج بيبي في الثلج في الشتاء، راه غادي يبدا يجي شهر 9 وداكشي. قلت غادي نبقى دايراها حتى نقدر نولي نقدر نخرج اختها معايا ونديها المدرسه، وفي المجيء راه نقدر نجيبها انايا معايا. فهمتوا؟ ولا تقدر تبقى تمايا حتى كيكون جا هشام ويجيبها معايا، ما كاينش مشكل، انا ندير لها غداها وندير لها كلشي ديه معاها، يبقى غير سميتو ديرو ودير ديرو دير كيفاش تقولي ايوا ما علينا. المهم البنات حدايا سميتو جارتي، وتتقولي الا بغيتي شي حاجه قوليها، ولكن ما بغيتش ما بغيش، لان جارتي مسكينه هي عندها وليداتها، راه كل واحد عنده وليداته، لوسي عندها وليداتها وخدامه، دوسي مرا كبيره ومريضه راه فيها الضيقه ومريضه بالقريب، ودارينها رجليها وبركه كتوقف على راسها، وتا هي ما كتحتاج حتى واحد يجي يطيب لها ماكلتها ولا يجي يدير لها شي حاجه، تا معول على راس كل كيعول على راسه هنا صافي. كان طاحت ليا نور، كان بنادم طيح ليا في نور، ولكن كانت الوالده معايا، ما كنتش كنشقى ما كنت كندير والو، كان رجعت لبلاصتها. دابا هذه حلفت لبغا طلع هيا راه كنقولها بنيتي راكي كرفصتيني صراحه، داز الوحم ديال يارا مجهد والحمل ديالها داز مجهد، الله يجيبها بخير وعلى خير ان شاء الله تجي هي ساهله. داكشي اللي خرجته مني دابا ما تجيش تخرجوا مني باش تخرج، لا داز الوحم ديالها واعر بقى الرد لدابا، داز عندي مسهوطه زعما تخلطات عليا في يارا، داز عندي شويه صعيب. ايه والله
سميتو. المهم انا دابا جالسه، نوض الصباح جماعه الدار شتوني، دورت لا ماشين، دوزت الاسبيراتور، ولكن دابا انا جلست تنتسنى راجلي تيجي. راه بنتي كتلعب فوق، مره كنعيط عليها كتقول لي انا ممكن نسمع عداوية، راحت حل الباب ويا انا حل الباب، كنسمع عداوية. ايوا صافي، كنبقى انا وياها تنهضروا تنقول لها اش كدير، تقول لي انا اش كندير. صافي، وراه انا معاها والتلفاز راه شاعل، هذيك الثلاجه طفايه عليا، نوض فيها راسي. المهم انا كنت جالسه وهز رجليا، ودابا درت هذا مخده تحتي وبركت جنب شويه، ولكن دابا بغيت نوض نديرو الكوتي انا وياها. ايوا عزيز على تايا، دير معايا الكوتي نديرها. يلا هبطي تعالي، قلت لي واش نهبط ولا باقي. ايوا مهم، من بعد نطلق معاكم. نات شعلت على الدس باش يسخن. هنا درت واحد العصير فيه التفاح ودانون والحليب والزبيب، غادي نزيد عليه مازال الحليب وغادي نطحنو. وهاد الفليفله راكم عارفين ديما المساند الرسمي في اللوبيا ولا في العدس، كندير الفليفله وهكا خضره مقطعه وتنحطها ديما طرونشيات كتعجبهم بزاف. ايوا هادشي اللي كاين. المهم البنات، انا خرجت دابا باش غادي نمشي عند الطبيبه، 8 دابا قد قد جيت اليوم بو بعدا. هشام قلت لي سير دخل يجيب شويه الفروي على قبل نور غدا المدرسه، نسيت ما بقاش عندنا. هو من تما غادي نمشي عند الطبيبه انايا باش ندير الكونترول ديالي، وباش ما كان غادي نقول لكم باش نطمنكم معايا اللي خطاكم عليا البنات. يلا يعني.